يا جماعه عاملين ايه؟ معاكم ادهم جمعه، والنهارده معانا الفيوتشر ستارز، نجوم المستقبل. النهارده هنشوف الفريق اللي معانا اللي نزلوا تقريبا، ده لسه هيبقى فيه فريق تاني بس ده الفريق الاولاني. نزل فيه زي ما انتم شايفين العيال الجامده دي. انا بصراحه مش منشن غير على صراحه، يعني دست نفسي فيه يا رب يطلع لي. يعني برجوين، ها عشان توتنهام هي صدفه لابس التيشيرت اهو وبس. الباقي يعني كروت كويسه، يعني ده ينفع قوي للدوري الانجليزي. ريس جيمس تمام، والتحدي تحدي صراحه نزلوه طلب 84 و85، نخش فيه دلوقتي واشرح لكم ايه فكرته. صراحه التحدي حلو، هنخش فيه فعلا دلوقتي. طبعا ده ب 3 مليون وطالع، وده غالي، كل لعيبه دي غاليه. انا بشوفها الصراحه يعني مش في متناول الجميع. انا بحب البروموز يعني اللي هي تبقى فيها لعيبه الناس ينفع تلعب بيها، بس نزلوا حاجات الصراحه كويسه والناس هتستفيد منها وهنخش فيها دلوقتي. بس دي اللعيبه اللي نزلت، ولسه غالبا هيبقى في فريق تاني. خلينا نشوف المهمات وخلينا نشوف الاس بي سي واقول لكم تعملوا انه لفريق. راح فين؟ راح فين؟ انزل اعمل لايك، لو مش عامل سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب. عايزين نوصل 50,000 بقى، ناقص اقل من 2000، فيلا بينا. انزل اعمل لايك، مش عامل سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب يبقى قبل ما نكمل الفيديو. فاكرني اسيبك؟ لا لا لا، مفيش الكلام ده. قبل ما كمان اكمل لكم التحديات والمهمات، في نقطه مهمه لازم تعرفوها. اللعيبه دي هينزل لها يوم تقريبا 12 فبراير زي ما مكتوب، مهمات تخليهم من المركز ده للمركز ده. ده لو انت عندك الكارت ده، اللي انا فاهمه. لسه مش فاهمين، حاجه جديده اتعملت فلسه مش فاهمين هي صدوا بايه. يعني انا لو عندي مثلا ريس جيمز، هل هيبقى عندي اثنين ريس جيمز، واحد رايت باك واحد سي دي ام؟ لسه هنفهم النقطه دي منهم. ولكن فكره حلوه ان انت لو عايز مثلا جيمز، عايزه عندك مثلا باك يمين كويس، مش محتاج عندك ما اعرفش تلعب ووكر مثلا، وعايز ريس جيمز يبقى قدامه. بصوا الستاتس بتتغير حتى ازاي، الدفاع عنده والفيزيكال زاد والبيس قل عشان هو بقى سي دي ام. نفس الفكره والباسنج بتاعه زاد والشوتنج بتاعه زاد، هي بس بيغير لك مراكز. وهي صراحه فكره مش وحشه من الشركه، بس انا شخصيا لسه مش فاهمها بالظبط، وهنشرحها في فيديوهات جايه لو الموضوع طلع معقد سنه. بس يعني فكره مش وحشه، فكره مش وحشه. تعالوا نشوف بس نزل في المهمات. تونالي سهل يتعمل في الفريندلي مانجيري الماستر بيس، يعني الحاجات دي مش محتاجه شرح قوي، حاجات عبيطه. والكارت شكله حلو بالذات اللي بيحبوا ميلانو وبيلعبوا دوري ايطالي. انا بكلمك انت يوسف عثمان، انا عارف انك بتلعب دوري ايطالي، فلازم تخلص المهمه دي. فصراحه كارت حلو صراحه، مش ما فيش اعتراض. واللي صراحه بقى جامد قوي 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 بالذات اللي عندهم نيمار، وانا متاكد ان في كتير منكم عنده نيمار. بصوا بقى يا جماعه، بصوا بس النبي، بس ثانيه واحده. الكارت ده تعمل التحدي، وفي بعد ما تخلص بتختار واحد. اللي على الشمال ده اللي هو الهجومي، وانا شايفه كارت ضعيف من الاخر، يعني مش شايف ان اللي لازم. انما بقى اللي على اليمين اللي هو الدفاعي، 90 ديفندنج، 86 فيزيكال، 87 دريبل، 80 سرعه. بصوا كارت رهيب رهيب. اي حد عنده نيمار لازم يجيبه ويربطه بيه، ما فيهاش اساسا يعني ما تنقش ما تقوحش فيها. ده اللي عنده نيمار وعنده مشكله في ان هو يربطه، لازم يجيب له الكارت ده يزنقه جنبه في اي خطه، 4 3 3 4 5 1 4 4 2 هيركب معاه. وكمان جنسيته برازيلي فممكن يتربط بلعيبه تانية كتير. فانا شايف الصراحه اللي عنده نيمار لازم يعمل الكارت ده، حتى لو مش هيحتاجه دلوقتي اعتقد قدام يحتاجه. وهو مش طالب غير 84 و85 سهل جدا يعني، والكامسري 70 75 يعني الموضوع عبيط. فانصحكم جدا اللي عنده نيمار يعمله. انا بتاكد بس انك عملت لايك وسبسكرايب، بطمن بس. فانا كده اطمنت، يلا بينا نخش على الفيديو، يلا بينا نشوف اللي طلع لنا في الباكات. ووك اوت ذا تشامبيونز ليج اوروغواي، هيمينيز اكتر ترول طلع لنا في تيم اوف ذا يير. ووك اوت من 75 بلس، ياه. انجليزي غربي ارنولد، يا حبيبي يا ارنولد، مش كنت تطلع ازرق بدل الذل اللي كنت فيه؟ ووك اوت بسكوتة، هلا بسكوتة. ميجا باك اللي جايه فوق ال 83 ولا اقل من 83؟ يلا سعيد حاطط 3500 على اكتر من 83، وصبحي حاطط 2600 على اقل.
اوه طارق عدى. اوكي، دي اول مره نعملها سبميشن كلوزد. ماشي، نفتح الباكه ونشوف مين هتخزوق. هنا ناحيه فوق ال 83، مبروك لاصحاب الفوق ال 83، لقد فزتم. لو طلعت اقل من 85 قدروا تكسبوا. مجدي حط 10,000 وطحون حط 3,000. يا نهار اسود. ماشي، ده اير ميجا. هتخزقينا يا شركة تاني ولا ايه؟ اوه ممكن تطلع 85 لسه. ايطالي حارس 84، 84 84 نفدته. الموضوع تاني. ووك اوت وانفورم لا ايه، ومين ممكن برتغالي سترايكر؟ ايه، كريستيانو رونالدو. رونالدو دي 52 48، يعني في خازوق، يعني في خازوق، في جهة هتتخزوق جامد، في جهة هتتخزوق جامد. الالتيميت باك ونقول بسم الله، مين هيفوز، الووك اوت ولا النو ووك اوت؟ النو ووك اوت كسب. مجدي هيعيط، مجدي و62 واحد تاني هيعيطوا، وانا مالي يا لمبي. ووك اوت. يا نهار اسود، طلع يا جدعان ووك اوت من الباكه المعفنه اللي بعديها، طلع ووك اوت من الباكه المعفنه اللي بعديها، والله مش ممكن. يا نهار اسود. كان ممكن يبقى رونالدو كمان. يا شركه، ملوك الخوازيق، ملوك الخوازيق. انا عندي فكره، عندي فكره، عندي فكره. ناقص 7 باكات. بصوا يا جماعه الرهان ده في 100,000 تانيه. بصوا بقى الرهان ده، في ناس ما اعرفش هيحصل فيه ايه. ذا باقي الاكونت، باقي الاكونت كله هيبقى فيه لعيب 87، مش 86، 87 وزياده، تمام؟ باقي الحساب كله، انتوا متخيل؟ وهديكوا دقيقتين مش دقيقه عشان تفكر. باقي الحساب 87 او اكتر ولا اقل من 87. دي هتولع بقى، دي هتولع، دي فرصه للي عايز يعوض يعوض، يراهن بقى هو وشطرته. احمد حاتم 3.5 اقل من 87 على 7 باكات، ده مراهنه جامده. قبل ما تيجي تقول لي مراهنه الحرام يا كابتن جمعه، يا جماعه ده مش رهان على فلوس ولا رهان على حاجه حقيقيه، ده بوينتس اسمها تشانل بوينتس كده، خش اقرا عنها. كل ما تتفرج على قناه تويتش اكتر كل ما يجيلك نقط، والنقط دي بنلعب بيها، بنهزر كده، ده كله هزار، مفيش رهان، مفيش فلوس، محدش بيدفع اي مليم. عامل من الاخر زي الزمان لما كنا نروح الاركيد نشتري كوينز ونكسب تيكتس، والتيكتس دي تجيب بيها هدايا، نفس الفكره بالظبط. فمحدش يقول لي رهان حرام عشان ده مش رهان. علي جميل يزود. اوه 30,000 عموري، عموري بيقول، عموري الجهه الكسبانه دايما بتقول 30,000 او واحد. بوم قفلنا. فتحت 100,000، فتحت 100,000 من غير ما تحسوا كده، في 100,000 اتفتحت، في ووك اوت. هل هيبقى 87 ولا اكتر؟ انجلترا، فاردي ولا كين؟ فاردي. يا نهار اسود، مش 87، يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا خبر. لو كان كين كنتوا كسبتوا، انما اشوف انا عاملها 87 مخصوص عشان اللقطه دي، عشان لا مش لازم لو ووك اوت. لسه ما جابتش 87، 86.
اوبا اوبا. ها ووك اوت ولا مش ووك اوت؟ مش ووك اوت، مش ووك اوت. وتنتهي الستريك بتاعت عموري اقل من 87. الف الف مبروك عليكم، وال 41% كسبوا. ايه ده 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 طالع لك من ايه؟ انا قصدي الباكة، مش طالع لك يعني مش هنروح نعمل الباكة دي احنا كمان، يعني احنا مش عايزين احنا كمان نطلعه. مارسيلو ايه ده ايه ده، انت بتطلع منين يا جماعة؟ اللي عاملين بريدكشن دول هيجي لهم جلطة، والله العظيم هيجي لهم جلطة، والله العظيم هيجي لهم جلطة. 100% ادي اول التيمت باك من حسابي، مبروك لل ما قالوش نو ووك اوت. شفتوا قلتلكم محدش راهن معايا، يعني مش محدش محدش يمشي في صفي، محدش يقف في صفي. حظي الاسود. هل ووك اوت؟ احنا طلع لي ووك اوت؟ لا لا لا، مش ممكن مش ممكن. كنسلو؟ لا كان كنسلو ممكن. لا 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 لا، خازوق كبير للناس. الووك اوت يا فوز. ايكون باك ماشي، نكمل التجربة الدنماركية. لونجلي؟ انا طلع لي لونجلي. ليه يطلع لي لعيب غالي؟ اما ليه؟ اما انا ليه يطلع لي لعيب غالي؟ لا طبعا مش هيطلع لي لعيب غالي. كسابي السنة دي، هل حظي يتغير ويطلع لي واحد من الفيوتشر ستار؟ انا عادة كل برومو ما بيطلعليش حد منه، فهل الموضوع ده هيتغير بأي شكل ما؟ ووك اوت ممكن. رونالدو، نفسي في رونالدو. برازيلي ممكن. نيمار مش ممكن صح؟ بس جالي 90، جالي ريتنج 90، كان نفسي في نيمار الصراحة، ولكن الحمد لله أعلى ريتنج جالي السنة دي. هو أعلى ريتنج جالي السنة دي. أوه هيبقى من أنه بلد؟ اوه مش ايزيبيو، بس برتغالي. روي كوستا البيبي. بس يا جماعه ده اللي حصل النهارده في الفيديو. ما طلعناش صراحه يعني واحد منهم، يعني هم قليلين الصراحه وصعب يطلعوا، لكن الحمد لله طلع لنا شويه حاجات تانية جامده. وموضوع البريدكشن ده اللي مش عارفه هو، بس من الاخر هي كل ما اتفرج عندي على القناه على التويتش اللي سايبها لكم في الديسكريبشن بتاخد نقط، والنقط دي بقى بنلعب بيها، واللي هيجمع نقط كتيره غالبا لسه هفكر لها في حاجه هيبقى في جوائز، مثلا كارت ب 10 دولار، كارت ب 20 دولار، كارت ب 100 دولار لو جبت نقط كتيره. فالموضوع يعني مش رهان ولا حاجه، موضوع كده يعني ودي جدا. فانصحكم ان انتوا لو بتتفرجوا على تويتش تشاركوا معانا في موضوع التوقعات ده، لذيذ جدا وبيبقى حلو قوي ساعتها في الاستريم. فارجح لكم ان انتوا تبقوا موجودين معانا وتجربوه. وبس لو وصلت لحد في الحلقه يا ريت تنزل تعمل لايك، لو مش عامل سبسكرايب يا ريت تنزل تعمل سبسكرايب. كان معاكم ادم جمعه، اشوفكم في حلقه تاني قريب. سلام.